روتين الحامل في رمضان؟ صمتي؟ الحمد لله. الحامل بتصوم، احنا اتفقنا ان هي ليها شروط واتكلمنا عنها في الدرس اللي موجود هنا ده، حامل وفقط. طيب بعد كده احنا عندنا روتين في اليوم بتاعنا على مدار النهار، هنبدأ نطمن نفسنا او نمشي بيه كخطوات، هتبقى هي الخطة اللي احنا ماشيين عليها عشان نعرف نكمل الصيام بشكل صحيح. خطتنا هتكون كالآتي: 2-1-3-1. هذه الماتش على طول، احنا كده داخلين برشلونه مش اي حد. فاحنا بالنسبه لنا الخطه هتكون اننا هنصحى باذن ربنا يعني قرب اذان العصر كده، ويمكن بعد منه كمان شويه، اللي تقدر على قد ما تقدري كده، وشوفي انت نومك بيوصلك لحد فين، لاننا محتاجين ننام بالنهار ونصحى بالليل، دي اهم شروط الصيام في فتره الحمل. طيب صحينا من النوم، صباح الخير، يلا بينا علشان نبدا. صباح الخير ايه يا دكتور؟ احنا صحينا صباح الخير بالليل فاحنا هنصحى نصلي باذن ربنا، وصلينا وغسلنا وشنا وتوضينا وعملنا كل الحاجات الجميله بتاعتنا، جاري على الجهاد في افواه فيلا بينا علشان هنبدا نحضر الحاجه اللي احنا هننساها على طول، الا وهي ايوه اللقطه اللي بتحصل دلوقتي دي. ايه؟ نعم، بنخرج البنيه طبعا، هو البنيه لو مفكش نهارك ابيض. خطتنا واحنا موجودين جوه المطبخ اننا بنبعد عن البوتاجاز، اتفقنا ان مصادر الحراره عموما في الحمل وخصوصا للسيده الحامل في اواخر فترات الحمل، وخصوصا للسيدات اللي بيعانوا من ضغط منخفض حتى خارج الحمل، هو مصدر اذى كبير جدا جدا ليهم واحنا مش قابلينه. لا ده سؤال ازلي قديم احنا ما نعرفش الاجابه بتاعته، حتى الان ما حدش قدر يوصل للاجابه، فتصرفي ما اعرفش. هو كده لازم قره عيني يجيب لي احنا اسفين يا قرة انت تصرف بقى، دي حاجة خلاص انت كده الرسالة وصلت. هو ان شاء الله ربنا يسترها هينزل ان شاء الله. هنشغل الشفاط دي لان مصادر الحرارة هتزود لنا الحرارة اللي موجودة معنا في المطبخ، مش الشفاط بتاع الولادة يا سمسمة، الشفاط بتاع المطبخ. تمام، فاحنا هنشغل الشفاط بشكل دائم طول الفترة اللي احنا موجودين فيها، او الفترة اللي فيها ابخرة وحاجات موجودة في المطبخ. الخطوه اللي بعدها اننا هنبدا نرتاح في كرسي كده جنبنا في الركنه كده في المطبخ، وقدامه كرسي تاني، او اننا في قعده عربي لطيفه في مصدر في المطبخ. امال انت تستاهلي اكتر من كده يا سمسمه، انت صايمه يا سمسمه، انت متخيله انت عامله حاجه عظيمه. هنبدا بعد كده نطمن على اننا نمد رجلينا، فتره الوقوف فترات طويله مش مقبوله ابدا، وخصوصا في المطبخ في فترات الحمل. ريحنا، وانت مريحه كده استرخي واركني ظهرك واسرحي، وابدأي اعملي حاجة عظيمة جدا. هفوق على ريحة شياط. بغض النظر ان نيتنا كانت اننا نعد حركة البيبي، ولكن فعلا خلي بالك من النقطة دي. عندنا حركة البيبي ارجوكي هي اهم من ريحة الشياط، ولكن محتاجين البيبي يدينا 10 حركات في 12 ساعة، والا احنا هيكون يعني بنهزر بصيامنا، او بنؤدي باننا بنجوع انسان، يعني بنعمله ستارفيشن، الا لو انت بتعاقبيه بقى دي قصه تانية، لكن طبعا ده مش مسموح ابدا. في اللحظه اللي احنا بنعد فيها حركه البيبي، وعشان كمان ما يبقاش ليه حجه ونحاول اننا نصحصحه كمان شويه، هنستخدم كريم الدهان اللي كنا بنعمل بيه ترطيب علشان الله، عشان علامات التمدد، فبنحافظ على نفسنا وندهن الدهان وجودنا واحنا بندهن، وعمليه التدليك اللطيفه اللي بنعملها لجدار البطن والمناطق اللي فيها تمددات بيساعد البيبي كمان ان هو ايه يعني ده في ناس بيكلمونا طب ايوه يرد يقول لنا الو يقول لنا اي حاجه، فهتبقى علامه انا هنا فهيطمنا اكتر، ونبقى بالنسبه لنا ادينا حاجتين وده روتيننا اليومي اللي الحاجات اللي ما تتنسيش في فتره الحمل. بناتنا بقى بيعملوا حركه لطيفه، يعني دايما احنا بنتعامل مع الكرش على انه سند، لا هو لا مش من الناحيه دي، هو احنا كمان غير كده احنا بنتعامل على انه سند وبنسند عليه واحنا واقفين على الحوض، سند بمعنى كلمه سند يعني. فطبعا الكرش في هذه المرحله مش اللي احنا متعودين عليه، ده كرش فيه نونو، في كائن قاعد جوه بيقول لك ايه يا ست انت اللي انت بتعمليه فيا ده، فما ينفعش اننا نركن على الحوض الركنه اللي بنسند فيها على البيبي. السياره تتقدم الى الامام. فلازم انا انتبه جدا جدا، لان اللقطه دي مطلوب مننا كمان اننا نعدل فيها ظهرنا، وده اللي كلنا تقريبا ما بنعملوش، حتى انا يمكن تقريبا من اول فيديو كنت قاعده عامله كده، والحركه دي هي الحركه اللي بتخلي البيبيهات يجوا لنا بوستيريور. الحالات بقى اللي واخدين كرسي ده ولاده مطمئنه عارفين يعني ايه البيبي جاي بوستيريور، او البيبي جاي ظهره للخلف، ظهره لظهر ماما، ودي من اكتر الحالات واصعب الحالات في الولاده الطبيعيه، وللاسف بتقلب بنسبه كبيره جدا جدا لقيصريات بسبب ده بس، وده ليه علاقه كبيره بالفتره اللي احنا كنا واقفين فيها، وربنا سبحانه وتعالى قال لنا ايه؟ الذي خلقك فسواك فعدلك.
طبعا كل اللي في البيت بيساعدوكي بمجرد النظر. امال احنا اسره مع بعضينا يا دكتور. انا رايي نتجاوز النقطه دي. مش قادره اقول لك يعني الصراحه. هنرجع تاني نرتاح يلا بقى، عشان احنا ناس سعدت واتحركت والدنيا كلها كانت عامله زي خليه النحل حوالينا، واحنا بس يا دوب بندي الاوردرز وبننسق كده الاجراءات ونقول لهم يعملوا كذا. طبعا وطبعا لازم ترتاحي من المجهود العظيم اللي انت عملتيه وكميه الاوردرات اللي انت اديتيها للمحيطين، ونبدا اننا نرتاح. في المرحله دي بقى هنبدا نعد مشروب الطاقه، مشروب الحوامل اللي هو اختراعنا احنا في طبيبتي من بصراحه يعني. المشروب ده هو مشروب بيدينا الفيتامينات والمعادن والحاجات اللي احنا محتاجينها، وفي نفس الوقت هو بيحافظ علينا من السكر اللي بقى موجود، وطبعا من المواد الحافظه اللي موجوده في التمر الهندي والحاجات اللي بقينا بنشوفها بره. فالمشروب ده هيديكي كل اللي انت محتاجاه وهيخلينا نعرف نكمل. طعمه حلو. واو مش حلو بس ده واو. تمام على ضمانتي كده. الا لو هتعملوني معاكم ساعتها هضمنه. المشروب عباره عن الاتي، اللي هيبقى معانا الزبيب، هيبقى معانا بذور الشيا، هيبقى معانا الثلاث تمرات، وطبعا الحاجات دي كلها هنقعها في ميه، وممكن نحط عليها شويه جوز هند وممكن لا حسب تفضيلاتك انت في القصه دي. ثلاث تمرات ممكن اقل لكن مش اكتر. ما عندناش مشكله من التمر في اي وقت من فترات الحمل الا لو عندنا اعراض لطلق مبكر. مين الشاطره اللي هترد علينا دلوقتي؟ في واحده كده شطوره مركزه قوي هتقولي يا دكتوره هو اصلا اللي عندها طلق مبكر هتصوم؟ ما شفتي بقى يا سمسمه في ناس مركزه. فبالتالي الحامل وفقط هي هتقدر اننا تاخد مشروب زي ده، ما عندناش اي اعتراض عليها، ونقدر اننا نستخدم المشروب ده كوجبه الفطار او كاللقطه بتاعه الفطار. شربنا مشروب الباور الرهيب بتاعنا، يلا نرتاح ونقوم نصلي المغرب. جينا من الصلاة يلا بينا علشان هنبدأ ناكل وجبات صغيرة ولطيفة. طيب خلينا نتفق ان وحدة قياس الاكل بالصينية اللي كان بيحصل ما قبل الحمل هو مش مقبول تماما، وحدة القياس لازم تتغير. واحدة ليا واحدة لي، مفهومة معروفة يا دكتور. مش احنا بناكل الاثنين؟ ولو هما توأم يبقى ثلاثة، ولو هي حامل في توأم ثلاثي يبقى بتاكل الأربعة. أيوة والله. لا يعني دي خطر على الأمن الغذائي. لا احنا عايزين نتأكد أو نأكد على نقطة إن وحدة قياس الأكل في المرحلة دي بالعكس ده هتصغر وهتبقى أقل كمان من الطبق أو طبق صغير كده ولطيف. هي دي وجبتنا في الفطار، دي وجبتنا عبارة عن الآتي. خلينا نأكد إن لازم يكون فيها قطعة البروتين، لازم يكون فيها شوية خضار، يا سلام لو الخضار ده سوتي الله يبقى حاجة عظيمة جدا. شوية رز ما عندناش أي اعتراض عليه أبدا. الحمد لله ده الفرق بيننا وبين الدايت. الدايت ده هنجيله بعد الولاده ان شاء الله. بعد الولاده في فتره الرضاعه بقى كده ما بن أيوه. لكن خلينا ناكد ان قطعه الفاكهه هي من اساسيات وجبه الفطار. الطبق الجميل الرائع اللطيف اللذيذ ده هو الاساسي بتاعنا. وخلينا نلفت نظرك لنقطه بتحصل للحوامل في روتين يومهم، هي اننا بنبقى مور سنسيتيف قوي، بنبقى حساسين جدا جدا ل يعني تعليقات الناس والمحيطين بينا، ومهما كانت درجه انبهارهم بالوجبه اللي انت عاملاها فهو رد واحد بس، ربنا قدرني وساعدكم. صح. لكن اوعي تزعلي نفسك. كتر خيري اصلا. اللي مش عاجبه ما ياكلش. صح كده. نرتاح تاني قبل ما نبدا الفرهده والتعب. والراحه دي للاسف فتره الحمل هي فتره بتخلينا مش قادرين اننا ناكل كميات وجبات كبيره، ومهما كانت الوجبه وحجمها اللي احنا اكلنا فيها بيحصل لنا حاجه اسمها شيفتنج، يعني الدوره الدمويه كلها بتقوم رايحه عند مين؟ برافو عليكي، تروح عند مين؟ عند معدتي. بتعمل ايه؟ بتساعدها في هضم اللي دخل ده. اللي هو ايه؟ قلبي قلبي مش مرتاح. الطبق اللي حضرتك قلت عليه صغير. ايوه الحمد لله. لما لقيتش طبق صغير هعمل ايه؟ انا بصراحه بالمغرفه بقى. فالمعده بدات انها تاخد معظم الدم، وفي حد تاني عمال ياخد ايه؟ كابتن ماجد ما بياخد الدم هو كمان، هو الراجل ده قاعد بقى ساكت كده. طب وبعدين؟ طب وهنا اخباره ايه؟ للاسف بالظبط. فده اللي بيحصل لنا اننا محتاجين نضخ كميه دم اكبر عشان نوصل للمخ، لان المخ من الحاجات المهمه جدا جدا لينا، والجسم مش قابل ابدا ان المخ ما يكونش واصل له دم، وتبدا ضربات قلبنا تزيد، ونحس ان قلبنا بيرفرف، واحس ان الدنيا مظلمه قدامي، واحس ان انا مش شايف، واحس ان انا عايزه امدد جنب الترابيزه. طب دي حاجه لطيفه؟ لا ده مش لطيف. فاحنا لو عملنا وطبقنا الشروط اللي احنا قلنا عليها بنسبه 99% هنقدر اننا نعدي اللقطه دي والمرحله دي بشكل مرتاح.
خلصنا ده وقمنا يلا بينا عشان نروح ايه التراويح. انت شكلك تعبتي. انا فرحت يا دكتوره. هنروح التراويح ونبدا اننا يكون معانا حاجه واحده فقط، اهم حاجه ممكن نكمل بيها التراويح هي ازازه الميه. اه بالظبط كده، ازازه الميه هي الاساس، واننا لو بنصلي طبعا ركعتين ركعتين يبقى في في ميه ما بين كل ركعتين. الميه اساسي ومهمه جدا لينا في المرحله دي. عندك حق فعلا، الحوامل في هذه المرحله من مراحل الحمل ما بيبقوش، وخصوصا المراحل الاخيره ما بيبقوش قادرين ان هم يحبسوا كميات كبيره من البول، ومش قادرين يتحكموا فيها بشكل اقوى، وبالتالي بيكون عندها يعني قدره اقل. فخلينا نقول حاجه، ان ما لا يدرك كله لا يترك كله، هي دي القاعده الفقهيه. فخلينا نتفق اننا نقدر اننا نصلي اللي نقدر عليه واللي ما نقدرش عليه خلاص، لكن الميه هي اساس، ما اقدرش استغنى عن الميه في المرحله دي. وما تقوليش لنفسك طب ايه المشكله لو انا عديت الصلاه وبعدين هشرب بدون ميه؟ لا طبعا لا، خلينا نتفق ان انت معديه حاجات كتير من غير ميه. لو لاحظتي احنا معديين اصلا واصلا فتره الفطار ووجبه الفطار حتى الان ما جبناش سيره الميه فيها، فيما عدا المنقوع اللطيف بتاع مشروب الطاقه، وده بالنسبه لنا مش المصدر الكافي للميه في المرحله دي. استاذنك يا دكتور، تعرف الناس ان ده مش متاح للمشكة وده للحمل عشان الطامعين والطامعات كده يعني. مشروب الطاقة بس مش في الاكل. مشروب الطاقة هو مشروب مكتوب عليه كده اسم الحامل، فيعني خلوا بالكم. شكرا. في اخر ركعة من ركعات التراويح واحنا بنشرب اخر جرعة من المية، هنبدأ اننا ناخد اهم فيتامين من فيتامينات الحمل، الا وهو ايوه ما ننساش ابدا، كبسوله الحديد هي اساسيه. وفي المرحله دي احنا تقريبا عدينا ساعه بعد وجبه الفطار، فبالنسبه لنا اللقطه دي هتبقى احسن وقت ممكن ناخد فيه جرعه الحديد، خصوصا اننا لسه هنروح البيت او لسه هنخرج من صلاه التراويح، وبعد كده نرتاح شويه ونبدا اننا ناخد وجبه صغيره تاني بعد ساعه او ساعتين. وجبه صغيره تاني؟ اه بعد ساعه. احنا ناكل وجبه براحتنا يا دكتور، انت هتيجي لقطه الوجبه الكبيره باذن ربنا ان شاء الله. ان شاء الله اول ما يطلع البيبي بيحط مكانه فرخه على طول. غير كده صعب جدا، مفيش مكان، هنحط فين؟ طب والكنافه بالقشط يا دكتور، والكنافه بالمانجا، والقطائف قلبي، وحلويات رمضان تروح فين؟ قلبي الضعيف يحتمل. طيب خلينا نتفق اننا مسموح لنا بطبق صغير جدا جدا من المكونات اللي احنا قلنا عليها، ولكن ما تنسيش ان احنا متفقين ان بنحاول نقلل السكر على قد ما نقدر، وان الحامل عرضه للسكر اكتر من اي حاله تانية، ومش ألطف حاجة أننا ناخد الحاجات دي لأنها في بعض الحالات ممكن أنها تورمنا شويتين ثلاثة. فالسكر هيقل على قد ما نقدر، وكل ما كانت الحاجات الكنافة والقطايف يعني عربية كل اللي انت بتوصفيه ده، كل ما كان من غير سكر أو سكره قليل، كل ما يكون بالنسبة لنا أفضل وأحسن وأقرب للحاجات الهيلسي أو الحاجة الصحية أكتر. لكن انتوا هتعيدوني أنا متأكد. احنا كده هندخل على الخطوه اللي بعدها، وهي خطوه اننا هنرتاح ساعتين، لازم ننام على الاقل ساعتين ثلاثه، ونبدا بعدها نصحى للسحور. هنصحى للسحور قبل اذان الفجر على الاقل بساعه ونص، مش قبل كده، نص ساعه هنتسحر فيها والساعه الثانيه هنرتاح فيها، بس مش هنرتاح نوم. سحورنا بيكون ابسط ما يكون، ولكنه لازم يتم يا سمسمه. عدم وجود السحور هو كارثه في حد ذاتها، وداعي من دواعي الافطار عشان بس نتفق. ولكن خلينا نقول ان احنا محتاجين زبادي، محتاجين بيضه، محتاجين شويه لبن لو قدرنا، محتاجين يكون معانا اي حاجه فيها يعني خضار، اي حاجه فيها الخضار مليان ميه. ده سحور مين يا دكتور؟ هو احنا هنتصرف في موضوع سحورك ده، بس هي مش عارفه اقول لك ايه. سحور كتكوته عصفوره، مش انا خالص بصراحه. ممكن يا جماعه حته لحمه، يعني احنا ما عندناش اي اعتراض، او ورك فرخه، يعني في دخلوا اي حاجه عشان احنا خايفين كده. انا كده بدات اخاف من اخاف على البيبي نفسه يعني. خلصنا سحورنا والحمد لله قعدنا ارتحنا كده فتره الراحه دي، الساعه اللي قبل اذان الفجر والساعه اللي بعد اذان الفجر، ساعتين هيتقسموا اننا بنسمع فيهم وبنذاكر كويس جدا كل حاجه تخص الحمل، والناس اللي واخدين دوره ولاده مطمئنه يبداوا يذاكروا ويسجلوا كل الاسئله اللي هنقعد مع بعض فيها في شارة الاونلاين او في الجلسة الاونلاين اللي احنا بنقعدها بعد الكورس، وبنسمع فيها كل اسئلتكم. اقعدي وسجلي وذاكري ومخمخي كده براحتك خالص علشان نبقى جاهزين وحاضرين، لان ما نساش يعني ان شاء الله هنتكلم عنه في ازاي تكون ولادة سهلة في الدرس القادم،
الحاله وهي بتقول لي انا يعني قد ايه وانا متحضره، انا احساسي مختلف تماما عن احساسي وانا مش متحضره او مش جاهزه او حاسه ان في معلومه كانت ناقصاني وانا لسه ما كملتهاش. ارتحنا شويتين بعد السحور وقبل اذان الفجر، عارفه اللي هي اللقطه اللي كل البيت فيها بيجري قدام بعضه كده عشان يشرب ميه. ايوه مدفع انت تجري وزقي وما يمكيش، بصي هنا وهنا وهاتلنا كبسوله واحده بس هي قرص الكالسيوم او كبسوله الكالسيوم هي الاساس في اللحظه دي، اشربي بيها شويه ميه وشكرا على كده مش عايزين حاجه. ليه كان بعد التراويح الحديد ودلوقتي بعد السحور الكالسيوم مش العكس؟ عشان في اثناء هذه المرحله من الجري والتدافع احنا ممكن ننسى جرعه الكالسيوم، ممكن اصلا ما ناخدهاش وممكن نغفل شويه ونلاقي نفسنا مش قادرين وعايزين ننام. فلو حصلت احنا هننسى جرعه فيتامين، لكن ده مش ده الفيتامين الاساسي او مش ده المعدن الاساسي المهم لينا في فتره الحمل. المعدن الاهم والاخطر واللي ما ينفعش يتنسي هو الحديد. فاحنا الحديد كان اساسي جدا في الفطار، لكن الحاجه اللي ممكن ما تحصلش احنا بنخليها دايما متاخره. بعد كده احنا الساعه اللي بعد السحور دي اللي هي بعد اذان الفجر احنا مش هنعرف اننا ننام. في ضحكات شريره متقطعه كده في الخلفيه بتقول لنا اننا للاسف عمالين ندخل الحمام بكميات كبيره وبالاخص الميه. احنا شربنا ميه كتير جدا قبل السحور ومهمه جدا الميه اللي قبل السحور. ايه ده مش كانوا بيقولوا لا ما نشربش ميه قبل السحور؟ لا انت بقى كحامل احنا لينا بقى ايه غرض مختلف عن الاخرين. الميه قبل السحور هتدينا فرصه عظيمه جدا اننا نغسل المثانه ونغسل الكلى ونعمل ووشنج، حاجه اسمها عمليه ووشنج. احنا بننظف كل حاجه، بنخرج كميات كبيره من الميه على مدار فتره قصيره، وبالتالي فرص اننا يحصل لنا صديد على الحالب او صديد على المثانه او يحصل صديد بعد الشر على الكلى او اي مشاكل من املاح مثلا، الحاجات البسيطه اللي بتحصل للاسف او الافضل انها بتكون اقل في فتره الناس اللي بيشربوا كميات ميه كبيره وبيغسلوا، فتبقى احسن بكتير من الحاله اللي ما بتشربش كميات ميه كبيره واللي بتبقى عرضه اكتر لان يحصل لها كده، لان الحمل في حد ذاته هو مصدر لكده يا سمسمه، يعني هو في نفسه كده هو مصدر للاضطرابات ومصدر للركود وتراكم الميكروبات اللي بيخلينا او الاملاح اللي بيخلينا مش قادرين نتحكم اننا نوقفها حتى بغير الصيام. فتخيلي في الصيام بقى الموضوع للاسف اكبر. وما تنسوش الفيديو اللي كنا بنتكلم فيه عن التحليل الاساسي واللي لازم كل سيده تعمله في فتره الحمل، الدرس ده يبقى قدامكم بيتكلم عن نقطه خطيره جدا جدا تخص هذه المرحله من مراحل الحمل. خلصنا الساعه اللي بعد السحور بعد اذان الفجر، يلا تصبح على خير. تصبح على خير يا سمسمه، احنا خلاص هننام ونصحى الصبح تيجي لنا ونبص عليكي ونطمن على البيبي. شوف ايه اهم حاجه عندنا هي الميه اللي حوالين البيبي، ودي العلامه الوحيده اللي انت مش هتقدري تعرفيها بنفسك. ونشوف السونار اخباره ايه، وانت طبعا قاعده واحنا طول السونار كده قاعده تحكي لنا عن انجازاتك وان انت صمتي 15 يوم وعملت حاجات صغيره خالص. ايوه هنبقى سعداء جدا ونقول لك تجربه عظيمه جدا جدا يا سمسمه لكنها لن تتكرر تاني. فاهو لو الميه قليله مش هنقدر اننا نكرر الصيام الا لو الميه في المعدل الطبيعي بتاعها، غير كده الشرب الميه هيبقى الاساسي بتاعنا وساعتها مش هنقدر اننا نصوم. ان شاء الله باذن ربنا تكون المياه جميله وان شاء الله السونار تكون اخباره حلوه جدا جدا ومفرحه. ماما جدع وعسول. اصبر بقى ماما عشان احنا ايه خلقنا ضيق المرحله دي. عندي معايا رمضان خليك جدع. فاحنا باذن ربنا ان شاء الله نشوفك على خير في الدرس بقى الجاي اللي هنتكلم فيه عن علامات لو حصلت هتفطري فورا. العلامات دي هنمشيها بالترتيب وخطوه خطوه مع مدار يومك عشان ما ننساش اي حاجه فيهم. اشوفكم على خير في الدرس الجاي. شكرا لسمسمه، وطبعا يعني بجد انا سعيده جدا جدا النهارده وان شاء الله نشوفكم على خير في الدرس القادم. لو الدرس افادك اضغطي علامه لايك، عرفي اليوتيوب ان المحتوى ده بيقدم معلومه مهمه جدا، واعملي منشن لكل حد انت عارفاه حامل وطمنيها وعرفيها انها بتعمل حاجه عظيمه جدا. اشوفكم على خير الدرس القادم اللي هيكون من اقتراحاتكم، وطبعا اشتركي في القناه وفعلي الجرس عشان خاطر يوصلك اشعار الدرس ان شاء الله مجرد ما ينزل. منتظرين اقتراحاتكم في التعليقات اللي هنحاول اننا نجاوب عنها في دروس منفصله باذن الله. ليكم مننا كل دعوات الدنيا بالصحه والسعاده والسلامه والتوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله.